محاولة هي الائتلاف المدني اللي خاض المعركة البلدية. أنا كل واحد يقول لي جيش معنا، أقول له نجي معاك وقت اللي تتوحد مع الآخرين. المبادرة الأولى اللي وقعت على الأقل في الخطاب توحيدية هي الائتلاف المدني. بون سيتي ان ايشيك، مي دونك قعدت باتصال بالناس هذوما أشخاص وأحزاب. دونك بدينا نتناقشوا مع بعضنا وبشوية بشوية وقع التقاء على تشخيص الأوضاع، الخطورة اللي وصلت لها تونس وضرورة توحيد كل القوى الديمقراطية باش تربح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الجاية، لأن هي المناسبة الوحيدة باش نخرج من هذا التدهور. إذن مع الأصدقاء اللي كانوا، كان معنا سي بوجمع الرميلي هو صديق كبير، سي نجيب الشابي، سي طاهر بلحسين، سي فوزي الشرفي، قعدنا نتحدثوا مع بعضنا ونفس الرؤية. بدينا من وقتها وبالفكرة هذه بدينا نوسعوا فيها إلى شخصيات أخرى وإلى أحزاب أخرى، والآن نحن الكيان الأول اللي طابق قوله بفعله، يعني وحد الأحزاب، عدد معين من الأحزاب، شخصيات، مبادرات مواطنية، ولكن هوني لوان دي كونت مش كافي. احنا انطلاقة، ولكن لازمنا نعتبروا انفسنا كأن نهاية، لازم نخدموا بجدية في الميدان، في البرامج، في الرؤية، كأن احنا نهاية، ولكن احنا مانيش نهاية. احنا لبنة أولى، لو كان نبقاو كما احنا الآن مش نقصوا. إذا ما ثم إلا حل أن نتوحدوا مع كل القوى الديمقراطية والاجتماعية، هذا الحل الوحيد، وحدة باتصال مع كل مبادرات هذه، باتصال وليد مفتوح. ما حبيناش نعلنوا على خروجنا قبل ما نتأكدوا اللي احنا قمنا بواجبنا، اتصلنا بهم استدعيناهم، لكن يجب نخرج في وقت ما. خرجنا وخذينا اسم قادرون. ما عندناش مرشح، عندنا طريقة ترشح. احنا باش نرشحوا لرئاسة الجمهورية الشخص الذي يأمن باش يتبنى الرؤية بتاعنا الديمقراطية الاجتماعية، نخوض انتخابات تمهيدية ديزيليكسيون بريمير، واللي يفوز ديزيليكسيون بريمير هذاك المرشح. كان بالانتخابات التشريعية احنا ما عندناش حتى مرشح، عندنا طريقة. طريقتنا هي أن كل القوى الديمقراطية التي توجد في الساحة في كل سيركونسكريبسيون إلكتورال والناس غاديك هما اللي يختاروا المرشحين تاعهم، ولكن كذلك حسب المعايير، مش يرشحوا اللي يجي، يرشحوا ناس ذات كفاءة، ذات نظافة، ذات يخدموا صالح العالم. دخلت معناتها في حكومة حبيب الصيد، الحكومة الأولى للجمهورية الثانية الديمقراطية في تاريخ تونس، من جراء وجودي ونشاطي في نداء تونس في تأسيسه. كنت رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية اللي هي ضمت تقريبا 200 خبير ومثقف تونسي، ومع بعضنا شرعنا في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وأظن أن أعطينا وجه لنداء تونس، هو وجه المثقفين والمبدعين والاجتماعيين في نفس الوقت، لأنه النخبة التونسية هي من جذور شعبية. على هذا الأساس أصبحت وزير في النقل
لمدة عام تقريبا، ثم وزير الشؤون الاجتماعية. وفي نفس الوقت أنا مدافع عن حقوق الإنسان، كنت مؤسس للمجموعات الأولى لمنظمة العفو الدولية اللي تكونت مع سجناء سابقين اللي خرجوا من السجون في أواخر السبعينيات، وأصبحت رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية. ثم بعد ما نهيت النيابات متاعي وقع انتخابي دولين، وأصبحت رئيس للمنظمة العالمية لحقوق الإنسان أمنستي انترناسيونال. دخلت لنيدا تونس لأنه هو المبادرة اللي باش تنقذ تونس، وأنا سي سيتي تا روفير جو لو روفيري. خرجنا من محاولة استعباد الشعب التونسي وقت اللي حكمت فينا ترويكا، حبت تستعبدنا، حبت تخوفنا، حبت ترعبنا وباش تقعد عقود تحكم فينا. وشفتوا كيفاش عشنا سنة 2012 و2013. أسست وساهمت في تأسيس ليدا تونس باش ننقذ بلادنا، وأظن أنه كوننا قوة كانت قادرة باش تهزم حركة النهضة وتفتح مجال جديد. هذا هو الحزب اللي أنا أسست، وهذه هي القوة اللي أنا ساهمت في تأسيسها. وقت اللي القوة هذه اللي كانت ديمقراطية أصبحت باتيندا في إطار المؤتمر متاع سوسة، وجابت ولد الرئيس عن طريق الفريق متاع 13 اللي ترأسه سي يوسف شهد، أنا قدمت استقالتي من الحزب. إذن أنا استقلت من هذا الحزب اللي أصبح باتيندا، وتشوفوا وين وصل اليوم، يحشم ماهوش في مستوى تطلعات الشعب التونسي، يعني خان وعوده للشعب التونسي ما نجمش نواصل فيه. إذن خرجت من نداء ومريت بمدة، كتبت كتاب قلت شنو تصوري لتونس وشنو تشخيصي للأوضاع. كتابي هو اسمه تونيزي لا ديموكراسي انكيت ديتا، الديمقراطية تبحث عن دولة. رجعت للمجال السياسي لأني أصبحت ما عادش نرقد، لأن نشوف في الأوضاع التدهور المستمر، وفي نفس الوقت مانيش قاعد نشوف في قوة قادرة باش تجابه الأوضاع وتفتح مجال وأمل للشعب التونسي.